واحنا بنعمل الاجتماعات المتتاليه بقى مع الاحزاب كلها عشان نتفق قبل المجلس العسكري. هو الخبره السيئه جدا في اختيار لجنه الدستور الاولى اللي هي حصلت من شهر بالانتخاب، وحصل طبعا فيها مهزله في الانتخاب، وانها كانت لا تمثل ولا الكفاءه ولا كل فئات الشعب ولا اي حاجه خالص، وكل الناس استقالوا منها وانتهت بمشكله وقضيه. الكلام ده كله خلى الناس مش مطمنه. طيب ما هو يعني في النهايه هل هنفضل محلك سر في هذه المشكله؟ لا، انا اعتقد ان احنا مش هنفضل محلك سر، والموضوع كله في دساتير وفي هذه النوع من المشاكل الاغلبيه هي اللي بتسهل المشكله. الناس اللي عندهم الاغلبيه لما بيكونوا واعيين ومتفتحين ان الموضوع ده لازم يجمع الشعب كله. طيب هو التصويت اللي تم التوصل ليه هو يعني نظريا او مبدئيا هو التلتين، هو التلتين، انما قالك لو التلت بقى 57% بقى معطل فيبقى 57%. دي بالنسبه لحضرتك نتيجه مش مرضيه؟ شوفي حضرتك، تعتمد على حاجتين، تعتمد على تكوين اللجنه يعني نسبه التيار الاسلامي فيها قد ايه من المية دول، وتعتمد على النيه. انت نيتك ايه بقى في المناقشات؟ يعني انت ناوي تعمل حاجه توافقيه، وزي ما الدكتور صفوت كان بيقول ان في حاجات كتير قوي احنا متفقين عليها، واللي حتى اللي مش متفقين عليها ممكن نتفق عليها لو النيات سليمه. الناس قلقانه جدا من اللي حصل في اللجنه اللي فاتت، ولهم الحق طبعا ان هم يقلقوا، والكلام اللي قالوه الاعضاء دول كمان في التلفزيون، يعني الكلام اللي عملوه في لجنه الاستماع دي، واضطروا يقفل عليهم الميكروفون، البرلمان نفسه اللي قفل عليهم الميكروفون منعا للفضائح، يعني اللجنه الاولانيه دي. ده السبب الاساسي للمشكله.